ونقول لهم جو ثاني غير يطلع دخلنا كهوف ورقينا جبال تعرفنا على أماكن كيف ما نتعرف على بعض الأشياء الخفية ببرنامجكم الجو ثاني ثاني الجو ثاني ثاني طبعا الشباب الحين على الهواء مثل ما قلت لكم للحين قاعدين احنا نبي نبدا نسحب منهم اشخاص بدون ما يدروا عن بعض ونسالهم بعض الاسئله وان شاء الله راح نبي نطلع منهم تفاصيل وخفايا البرنامج هذا طبعا ما استاذنت من احد فريق الاعداد بالكنترول ما يدرون بيني وبينك ها تروف سحبهم سحب لي واحد وانت يا محمود سحب لي واحد ناخذ بعض الخفايا ها نبدأ مين؟ بالمصورين يلا بالمعدين الجو ثاني ثاني الجو ثاني ثاني